السلام عليكم، صباح الخير، حياكم الله. اليوم وصفتنا الفلافل على الطريقة الأصلية. هنا عندنا الحمص المجروش تقريبا 200 جرام ناشف، بعد ما نقعناه تقريبا صار نصف كيلو. راح نضيف له نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات صودا، ربع ملعقة كمون، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، وفص ثوم، قطعة زنجبيل، بصل أخضر قرن واحد أو قرنين، كزبرة وبقدونس قبضتين. ولتشكيل حبات الفلافل عندنا هذه الأداة، متوفرة بأغلب محلات الأواني لكبس الفلافل. أضفنا الورقيات والخضار بخلاط ونضيف عليه الحمص، وهذا شكله بعد الفرم. الحين نضيف عليه الملح والكمون والكزبرة. البيكنج بودر والبيكنج صودا تضيفونه قبل الطبخ على طول قبل القلي. لو تبغون تحفظونه بالفريزر لا تضيفون البيكنج بودر ولا البيكنج صودا. نضيف الحين الملح والكزبرة، نضيف الكمون، نضيف البيكنج صودا والبيكنج بودر لأننا بنطبخه على طول. نضيف شيء اختياري، السمسم مع الحشوة. نضيف الزيت. الحين عندنا الزيت جاهز، شوفوا كيف تشكيل الفلافل. نفتح الأداة كذا بالطريقة هذه، بعدين نضيف كمية نخليها مرتفعة شوي ونواسي مع الأطراف، ونضغط عليها بالسمسم بالطريقة هذه، وخلاص جاهزة. مقرمشة، بسم الله.